سيدنا السلام عليكم، رمضان كريم، نتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة. كنعرفوا أن بزاف ديال الناس خلال هذا الشهر المبارك كيختاروا شهر رمضان هو الشهر اللي كيبغيو يديروا فيه الرياضة. هي مسألة مزيانة، ولكن ما نكرهوش أنها تكون طيلة السنة. بالنسبة للناس اللي كيبغيو يخدموا على شهر رمضان باش ينقصوا الوزن ديالهم، نحاولوا أننا النصيحة اللي نقدموا لهم هو خلال شهر رمضان ما يحاولوش يختاروا هذا الشهر هو الشهر ديال إنقاص الوزن بكثر ما أنهم يحافظوا على الكتلة العضلية. اللي خصنا نعرفه هو أن الجسم ديالنا كيتكون من 70% من المياه، العضلات ديالنا كيحتاجوا أكثر من 65% من المياه. هذا الجسم ديالنا كيحاول أنه خصنا خلال اليوم كنحاولوا أننا نديروا المعادلة ديال 0.04 مضروبة في الوزن ديالك، الخارج ديالك اللي غادي يخرج لك هو هذاك الاحتياجات ديالك اليومية ديالك. خلال شهر رمضان ما نكرهوش أن طيلة الليل تقريبا تكون كتستهلك واحد الكمية كبيرة من المياه اللي غادي تساعد الجسم ديالك أنه ما يدخلش في الجفاف العضلي. وبالنسبة من غير رمضان فكنحاولوا أننا يكون عندنا ما يكونش عندنا ذاك الإفراط في المياه، ولكن يكون عندنا شرب بانتظام كمية المياه اللي غادي نحتاجها خلال اليوم ديالنا. النصيحة ديالنا اليوم هو أننا خصنا نقللوا من تمارين الكارديو ونحاولوا أننا نشتغلوا على تمارين الضغط. التمارين الضغط هي اللي كنحاولوا أننا نرفعوا من الكتلة العضلية فيها بمختلف، سواء أننا قادرين نخدموا بالأوزان ولا من غير الأوزان.